لكن في الحقيقة رمضان مش بس دراما، لأن في مجموعة من الصفات اللي لابد أن يتحلى بها كل صائم. عشان كده دلوقتي تعالوا نتابع تقرير عن درجات الصائمين ومكارم الأخلاق اللي المفروض يتحلى بها الصائم، واللي هي أساس رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام لما قال في الحديث الشريف: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. تعالوا نشوف التقرير التالي. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سباق رمضان والمنافسة القوية شديدة أوي في الخير، في ذلك فليتنافس المتنافسون. السباق الطيب الجميل دوت بنبدأه إن شاء الله، وهنبدأه قريب أهوت بأمر الله سبحانه وتعالى. هنقف كلنا على خط البداية، لكن هناخد درجات إيه؟ تعال أعلمكم ونتعلم مع بعض إزاي ناخد درجة كبيرة جداً ونعمل سكور كمان في رمضان. لما بنبتدي الصيام بنبقى كلنا شبه بعض، لكن لما نبتدي نصوم صيامنا بيختلف. يعني هو في صيام غير صيام؟ أيوة، عايز أقولك إن في ناس في الصيام بتجيب 5 من 10، الناس الضعيفة اللي بتصوم بالعافية. يعني إزاي يا شيخ بيتعبوا في الصيام؟ لا، عايز أقول لك اللي بيعمل إيه بس، اللي بيصوم عن الأكل والشرب والجماع. إيه ده؟ مش هو ده الصيام؟ لا، ده أقل درجات الصيام. الراجل اللي هو إحنا بنقول عليه لا ده لسه بيتعلم الصيام، يعني لأن الصيام غرضه أكبر من كده بكتير وهدفه أكبر من كده بكتير. إني أنا أمتنع عن الأكل والشرب والجماع ده أقل درجات الصيام، أخد 5 من 10. في ناس أكتر من كده؟ آه. طب بيمتنعوا عن إيه دول؟ أقول لك لو عايز تاخد درجة أعلى من كده بنمتنع عن إيه؟ بنمتنع عن الأكل وعن الشرب وعن الجماع وعن الكلام في حاجة حرام وعن المشي في حاجة حرام وعن النظر لحاجة حرام وعن إني أنا أسمع حاجة حرام. يعني أمتنع عن الكلام في أي حاجة تأذي غيري، نميمة، غيبة، أي حاجة من اللي تزعل ربنا مننا دي أمتنع عنها. بس يا ترى دي أعلى درجة؟ لا يا سيدي، في درجة أعلى من كده. الناس اللي بتصوم الحاجات اللي قلنا عليها دي بتاخد 7 من 10. إيه يعني أعمل إيه تاني عشان أخد 10 من 10؟ أقول لك على الناس اللي بتحقق أعلى سكور في رمضان، اللي بيعمل إيه؟ عد معايا كده. أول حاجة بيمتنع عن الأكل وعن الشرب وعن الجماع وكمان عن الحواس اللي قلنا عليها، اللسان والعين والإيدين والرجلين، وكمان يزود على كده عقله وقلبه، ما يفكروش إلا في الحاجة اللي ترضي ربنا. دي أعلى درجات الصيام وأعلى سكور بيتحقق في رمضان. ربنا يوعدنا كلنا ويوعدنا بأعلى سكور وأعلى درجة ويسندنا. كل سنة طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.